أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مركز خدمة المعاقين لست وحدك التابع للوزارة قد تمكن من توظيف العديد من ذوي الإعاقة السمعية في القطاع الخاص، حيث بلغ مجموع من تم توظيفهم 234 شخصا من الجنسين، وذلك فضلا عن انضمام مجموعة من فئة الصم إلى مشروعات الأسر المنتجة. وقال حمدان إن الوزارة تقدم مخصص للإعاقة ل 1796 معاقا سمعيا بواقع 100 دينار شهريا، بالإضافة إلى خدمة صرف الأجهزة التعويضية السمعية وخدمة التدريب المجاني للسياقة ومجموعة خدمات أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص، تتمثل في تقديم الخصومات لحامل بطاقة الإعاقة التي تصدرها الوزارة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك بمناسبة أسبوع الأصم العربية، والذي يحمل شعار توظيف الصم في المجتمع والحد من بطالتهم، حيث أكد حمدان أن الوزارة تمكنت من تلمس قدرات وإبداعات هذه الفئة التي استطاعت أن تتحدى عالم الصمت لتدخل إلى عالم العمل والحياة العامة، لتبرهن بأن إصابتها بهذه الإعاقة لا تحول دون إبراز هذه الطاقات والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع والنهوض به. وهذا ما جعل الوزارة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها للصم من خلال مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل.